إطلاق سراح المعمم الإيراني كاظم جمال الدين المتهم بعملية تهريب الزئبق في منفذ الشلمجة بمحافظة البصرة. المعمم الإيراني طبعا أحيل في وقت سابق إلى القضاء بتهمة حيازة عملة أجنبية وهي دنانير كويتية، ولم يحال إلى القضاء بتهمة المتاجرة أو حيازة مادة الزئبق. العجيب والغريب في هذا الأمر أن مصير الضابط علي شايع المالكي الذي ألقى القبض على المعمم الإيراني لا يزال مجهولا بعد اعتقاله من قبل القوات الأمنية الحكومية. عليكم أخوتنا الأعزاء، السيد إن شاء الله طلع وبخير وسلامة، وإن شاء الله ما عنده إلا العافية. وهذا المقطع خاص لكم، الله يوفق إن شاء الله كل من سعى بهاي الشغلة. رحم الله والديكم وجزاكم الله خير. سيدنا شلون صحتك؟ الحمد لله بخير، الله يحفظك، ونشكرهم وكل من ساعدنا على هذا الأمر، نشكر من عنده والجميع، نسلم على الجميع إن شاء الله. نذهب الآن إلى مقطع على النقيض تماما. الآن نشاهد هذه المناشدة أثناء الضابط الذي قام بما يفترض أنه واجبه وألقى القبض على المعمم الإيراني جمال الدين الذي شاهدتموه قبل قليل. أبناء الرائد الموقوف علي شايع المالكي يناشدون الحكومة الحالية أن تطلق سراح أبيهم، ونشطاء يستغربون ويقول بعضهم: هل نعيش في زمن يعاقب فيه الضابط الذي يقوم بدوره ويترك اللص والمجرم حرا طليقا؟ مؤخرا انتشر مقطع مصور لابني الرائد المجهول مكانه، وهو علي شايع المالكي، وهما يبكيان ويدعوان للإفراج عن والدهم. نتابع. أين أبوي؟ أعار علي، أين أبوي؟